اهلا وسهلا في وصفه جديده من وصفات مطبخنا سيرا. اليوم راح نشوفوا طريقه تحضير الكروب في الفرن او الملفوف. هذه اكله يعني تصلح للعشاء او الغداء، وجبه رائعه وبنينه بزاف، ان شاء الله تعجبكم. اليوم راح نحضروها مع بعض، يعني ما تحتاج مقادير كثيره كما راكم تشوفوا. هذه الوصفه نحتاج الى شويه معدنوس، 4 حبات بيض، خبز مرحي او لا شابلور مع التالي باش نلفوا بها الكروم تاعنا. هنا عندي مرق دجاج عادي، ديروا فيه البصل والدجاج والتوابل، نديروا الملح والحرور والقرفه، يعني عادي المرق دجاج العادي. كي تكونوا تخدموا به يعني او خدمتوه لاي حاجه، يعني حاجه واحده اخرى، قادرين يعني تدسوه وديروهم لهذه الوصفه. هنا عندي كروم راني مفوراته وطحناته كما راكم تشوفوا، طحنوه يعني مليح يولي هكذا في الطحانة العادية، نفوروه مليح ومن بعد نطحنوه. هنا كاين مغرف لا شابلور او خبز مرحي كذلك، 400 غرام كفتة فيون داشي او لحم مفروم، والتوابل نحتاج حرور الفلفل الاسود، كمون، الملح، وحبة بيض اخرى تاني نحتاجوها. الان مروا الى طريقة التحضير. اذا اول شيء نجيبوا البول تاعنا او السلاديه، هنا غادي نخدموا بيدينا. اذا نديروا اول شيء الكفتة تاعنا، هنا نحتاجوا اليدين، اذا يدينا نكونوا نقيين باش نخدموا بهم. نديروا الكروم، نزيدوا المعدنوس، نزيدوا لها مغرف تاع لا شابلور او الخبز مرحي، هذه مغرف كبيره، ونديروا التوابل الحرور، او الفلفل الاسود، الملح، والكمون، والحبة تاع البيض، نكملوا بيدينا كما قلت لكم، خلطوا كاع هذا الشيء مع بعض، هكذا نعجنوهم مليح مع بعض. هذه الوصفة رائعة وننصح بها يعني جميع العائلات اللي عندهم مشكل فرد من العائلة ما يبغيش الكروم، كاين بزاف يعني اللي ما يبغوش، لكن هنا في هذه الوصفة بنته ما تجيش باينة، يعني حتى اللي ما يبغوش قادرين ياكلوه وان شاء الله تعجبهم. كما كان عندنا احنا في الدار، احنا تاني هنايا كاين افراد اللي ما كانوش يبغوه، لكن كي ذاقوا هذه الوصفة يعني هذا الكروم كاع ولاو ياكلوه هكذا. الكروم بهنايا راني درت وحب حبة صغيرة، يعني ديروا حبة صغيرة تاع رطل، ما تكونش كبيرة، يعني غير حبة صغيرة تقدنا تكفينا، وتطحنوها مليح باش تقلعوا لها كاع هذوك العيدان شغل يدبال كاع هذا الكروم هكذا. الان الخليط تاعنا راه جاهز، اذا راح نجيبوا هذه الصينية باش نديروا فيها، ونبداو نخبزوا في الكروم هكذا. نخبزوه غير هكا بيدينا، يعني نديرو كرات صغيرة هكذا، ونحطوهم في الصينية هكذا، نلفوه كامل بيدنا مليح هكذا، راني لفيت الكروم تاعي كامل كما راكم تشوفوا. هذه هي الكميه اللي تحصلنا عليها. الان بقى لنا رمضوه لا شابلور، اذا
ناخذ الصحن تاعنا، ناخذ كرة الكرام هكذا، رمدوها في لاشابلور او الخبز مرحي هكذا هكذا، فوالا. ونكملوا كمية تاعنا هنا كامل. اذا ناخذ الكرة ونرمدوها في الخبز مرحي ونضغطوا عليها غير شوية هكذا، ونحطوها في الصحن حتى نكملوا الكمية تاعنا كاملة. كملنا الكرام تاعنا كامل، رانا لفيناه كامل في لاشابلور او الخبز مرحي وخبزناه غير شوية هكذا كما راكم تشوفوا. الان راح نقوموا بقليهم في الزيت، بعد ما يحمى الزيت تاعنا نحطوا الخبيزات تاعنا يتقلوا في الزيت هكذا. ونخلوهم يتقلاو لنا مليح من فوق ومن تحت هكذا كما راكم تشوفوا. انا كملت يعني قلي كرات الكرم تاعي كامل. الان راح نجيبو الصينيه وانا درت لها هنايا شويه زيت، دهنوها مليح هنا بالزيت هكذا. الان راح نستف الكريات تاعي هنا في الصينيه هكذا. الكرات هنايا يتقلاو بالخف يعني ما يشدوش في القلي تاعهم، نقلوهم غير شويه قد ما يتحمرونا من فوق من تحت ونقلعوهم، يعني بما انهم فيهم الكفته بالخف تنقلى، ونستفوهم هنا في الصينيه هكذا. الان هنا مرقه الدجاج تاعنا نخلطوها شويه خاطش التوابل يكونوا هودو من تحت، نخلطوها هكذا مليح خلاص، ونفرقوها نفرقوها في الصينيه كامل وفوق الكريات هكذا. البيض تاعنا ثاني نكونوا خلطناه مع شويه تاع الملح، ملح ما كثروش خاطش مرقه الدجاج راهي فيها ثاني الملح، دوك ديروا غير شويه ونفرغوه هو ثاني فوق الكرام هكذا في كل الجوانب. ندخلوها للفرن طيب لنا، كي نشوفوها يعني البيض طاب لنا مليح ونشفت هذيك المرقه يعني تقريبا نصف ساعه نخرجوها. اذا هذه هي صينيه الكرم مع الكفته راهي وجدت، وصفه رائعه ان شاء الله تكون عجبتكم. كما قلت لكم يعني تقدروا ديروها حتى يعني اللي ما يحبوش الكرم يعني تقدروا ديروا لهم هذه الوصفه، لانه الكرم ما يجيش فيها باين بزاف ويعني تجي بنينه. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم، تجربوها نتوما ثاني. كالعاده نقولكم ما تنساوش الاشتراك في القناه. الى اللقاء ودمتم في رعايه الله، مع السلامه.